بيلزمنا 3 كواب حمص مسلوقة مع قليل من ماء السلق، 2 رغيف صغير خبز مقطع مكعبات مقلي أو محمص، كوب ونص لبن، 3 معالق كبيرة طعام طحينة، عصير ليمونة، حبة ثوم، ملح. للوجه بدنا صنوبر، سمنة أو زيت زيتون، رشة من الفلفل الأحمر والكمون، بقدونس ناعم والقليل من الحمص. خليني بس أحط الغاز عشان بدنا نحط السمنة. تمام، هلأ بدنا ناخد الحمص وبدي أسقي شوية من مية السلق للخبز. بديش أحط كتير لأنه بالآخر رح كل المواد تنحط فوق بعض، فبديش هالخبز يصير متشتش صراحة، وهو أصلاً هلأ رح يتشتش. رح يتشتش بالضبط. هلأ خلينا نجيب معلقة أحسن تصفي ونحط عندي الحمص. فادية أبو زهو بتصبح عليكي. صباح الورد يا فادية، لك يسلموا عليكي على هالأكلات الزاكرة. يا ربي إن شاء الله. نزلولنا الوصفات على صفحة دنيا يا دنيا، تكرمي يا أم عدنان. هلأ إن شاء الله اليوم بتكون نزلت الوصفات. تمام، هلأ حطينا الحمص. هلأ بدنا نسن زي ما بيقولوا أهل زمان، إن نخلط الطحينة مع اللبن. أجيب بس اللبن. في علا موسى بتسأل عن مقادير الحيدر. هلأ المقادير عم تظهر على أسفل الشاشة يا علا، تبعيهم وبعد شوي بتنزل كل مقادير طبخاتنا اليوم على صفحة دنيا دنيا، إذا ما لحقتي إن شاء الله بتشوفيها. طيب هلأ حطينا طحينة على اللبن، حطينا الثوم، راح نحط عندي عصرة الليمون، وأكيد ما ننسى الملح. أنا بحب كمان حتى شوي أرش الحمص ملح وشوية كمون صراحة عشان النفخة، مهم جدا موضوع الكمون. فتحية من الجزائر بتصبح علينا وبتقول بحبكم كتير وشهيتونا. يلا يا فتحية بدنا تجربيها وتقولي لنا. مريم الفقير بتصبح عليكي. صباح الورد يا مريم، ما شاء الله مريم دائما متابعة ونشيطة عن جد. ورنوش سيدر من الرياض بتصبح عليكي. تمام، صباح النور. ليش طلع السكر المحروق مر معي؟ منار عم تسأل. حرقته زيادة عن اللزوم. حرق زيادة عن اللزوم. أوكي، يعني أنا دائما لما بحرقه فورا، يعني مجرد ما يصير الجوانب لونها أشقر يمي على النار وصير يعملي بالطنجرة هيك، فورا كله بحمر من غير ما تضطري إنه تكملي إحمراره على النار، وبتضمني بهاي الطريقة إنه ما يمرمر. بس بدي أدوق ملحه عشان هلأ نقدحها. تمام، هلأ نحط اللبن على الوش مع الطحينة. في سؤال بيسألوا من وين نشتري منتجات آرزي؟ موجودة في معظم السوبر ماركت والمراكز الكبيرة، يعني إذا مش 99% من المحلات موجود فيها كل منتجات آرزي. تمام، أنا حتى اليوم استعملته للفويل للقصدير تحت القالب تبع الكنافة احتياط، قلت لتقوم يعني لأنه قالب مفتوح من تحت تنزل السمنة أو الزبدة، فبسوى هيك أحسن، ما صارش إشي الحمد لله، بس أحسن الواحد ما يصير إشياء عندك بالفرن يتوسخ، فهيك حمالي الفرن تماما. سامع بأكل سوري اسمها المعروك؟ آه، هذه إشي بال بدهم سوسن رمضان بدها المعروك السوري، يعني عجين في مجال؟ نعم، المعجنات. ممكن أزودها بالوصفة بعدين، أنا مش حفظاها صراحة. يعني بعدين بنعملها. بنعملها أكيد. بنعملها. لا بنعملها ونص أكيد. وبدهم صفحتك يا منال. صفحتي إن شاء الله بحط لكم إياها أنا على بالتعليقات إن شاء الله. هلأ عندي السمنة، أنا صراحة حكينا سمنة بلدية. أنا طفيتها. معلش أوكي. هلأ نحط هون ونعلي. أوكي، نحمي السمنة، بدي إياها تحمى شوي زيادة، وسنوبر ومنقلب. بهالوقت هذا بدي أزين عندي الوش تبع الفتة، شوية حمص حب، شوية بابريكا أو فلفل شطة اللي بحب يحط،
احنا هي كويس منيح اللي جايبه بابريكا اليوم مش جايبه فلفل شطه مشان ثلاثه بتحبوش الاحراق. طيب في من كندا حنان بتسلم عليكي واكلاتك كثير زاكيه من طول حنان. كرم كمان ذوقي الكنافه يا ديالا واحكي لنا كيف طعمها ما توصي حريص يا حنان يا زهره البنفسج. ومن جد كمان مرح عفانه بتسلم علينا تحياتي للجميع من كل يعني ما شاء الله سبقت لك تسلم ايديكي نفسي اتعلم الطبخ يا سبق والله الموضوع سهل مش صعب ابدا ابدا بس هي بدها الواحد يقوي قلبه وبعدين طبعا اللي ما بده يستعمل سمنه بلدي ممكن يستعمل نوع سمنه ثاني اخف او زيت زيتون طبعا هو اكيد انه في ام اوكي بتقول منيح اللي مين هي عم تتوحم ونفسها كانت بتسقيه وما كانت لقى الطريقه هي يلا هلا بدنا تقومي وتجربيها وتبعتي لي صوره لازم يعني شرط الاكل كثير فيه تومه ميمي بازيان اكلنا العربي فيه تومه اكل هو اكل فيه بصل والتوم الصراحه يعني صعب الفول من غير توم مش زاكي بصراحه والتسقية لازم توم يعني في أكلات ما بتزبط من غير توم بس إذا أنت ما بتحبيهم أكيد تقدر تقيمي ما في مشكلة نانسي نزال صباح الخير يا نانسي وهيك إحنا خلصنا تمام ومتشكركم على متابعتكم لإلنا إن شاء الله نهاركم كان سعيد إحنا سعداء دائما بوجودكم معنا تفضلي